وللحديث عن التصريح الصحفي لقسم الإعلام بهيئة علماء المسلمين حول الإصدار المرئي لكتائب القسام التابعة لحركة حماس الذي جمع بين الكتائب كتائب القسام والميليشيات الإيرانية، معنا من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري، مرحبا بك معنا. حياكم الله، مرحبا بكم. هل تعتقد أستاذ معاذ أن المقاومة الفلسطينية بالفعل وبأن ميليشيات إيران الطائفية الموغلة بدماء شعوب العراق وسوريا واليمن تضع في أولوياتها فلسطين والقدس وتحريرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي الكريم وتحية لمشاهدي قناة الرافدين الفضلاء. في الوقت الذي نحن في هيئة علماء المسلمين نعيش أجواء وذكرى تأسيس الهيئة التي وقفت ضد مشروع الاحتلال وأدواته في العراق، يخرج علينا هذا الإصدار الذي كان هو مؤلما حقيقة حينما ننظر إلى أدوات الاحتلال في العراق تقدم على أنها أدوات لتخليص فلسطين والمسجد الأقصى من الاحتلال. هذا تناقض حقيقة يدعو إلى العجب ويدعو إلى المزيد من علامات الاستفهام حول نوع العلاقة بين إيران ومحورها وبين بعض قيادات فصائل حركات المقاومة في فلسطين. فيما يتعلق بنص السؤال، إذا كانت بعض الفصائل والحركات الفلسطينية تعتقد أن ميليشيات إيران تضع في أولويتها فلسطين وتحريرها، فهذه مشكلة ومشكلة حقيقية، لأن الواقع على الأرض خلاف ذلك تماما. في الساحة العراقية والسورية واليمنية دلائل واضحة وبينة لا يستطيع أحد إنكارها أو التعمي عليها. ومن يرى أن ميليشيات إيران من شأنها أن تقدم لفلسطين نصرة أو عونا أو يعني تسلك مسارا في تحريرها أو تقديم ما يمكن أن يؤدي للشعب الفلسطيني خيرا في الوقت الذي تعيث فسادا في بكل اشكاله وصوره في بلاد الامه الاخرى، من يرى ذلك فليعذرني، عليه ان يضبط بوصلته وان يصحح نمطه في الفكر والسياسه، لان موقفا مثل هذا لا يدل الا على توهان يفضي الى التخبط واضطراب الرؤى. اقول اذا كانت هذه الفصائل أو قادة الفصائل بمعنى الدقيق لا تعتقد بأن الميليشيات المرتبطة بإيران تضع قضية فلسطين في أولويتها، لكنها رغم ذلك تتحالف معها وتنسق معها غرف مشتركة للعمليات وتتعاطى معها في القضايا العسكرية والأمنية والسياسية وغيرها. إذا كانت مع كل ذلك تعتقد أن ميليشيات إيران لا تخدم القضية الفلسطينية، فهذه مشكلة أعقد وأكبر من أختها. لماذا؟ لأننا إذا حاولنا وضع فرضية لتبرير ذلك ولو بحسن نية على أن الفصائل فصائل فلسطينية ومن إخلاصها لقضيتها تتعاطى مع كل من يخدمها دون أن تضع كبارا لقضايا الأمة الأخرى، إذا أردنا أن نبحث ذلك هذه نقطة مهمة أستاذ معاذ سنأتي إليها، ولكن ألا تعتقد أو ألا تعرف هذه الحركات حركات المقاومة الفلسطينية ألا تعرف حقيقة هذه الميليشيات وما فعلته في أكثر من بلد عربي؟ من المستبعد أن نقول أنها لا تعرف، لأن ما تفعله هذه الميليشيات في بلادنا العراق وفي سوريا وفي اليمن وغيرها واضح للعيان وموثق، وحتى على مستوى يعني المنظمات الدولية والأممية التي هي دائما ما نقول انها متحكم بها من قبل الولايات المتحده التي هي الحليف الرئيس للكيان الصهيوني. اقول ان يعني هذه الفصائل اذا اردنا ان نبرر لها من منطق الاخلاص لقضيتها الفلسطينيه، فانها قد تتجاهل ما يحدث في القضايا الاخرى من باب تحقيق المصلحه اولا لفلسطين ثم تنتقل بعد ذلك الى القضايا الاخرى. أن نقول ذلك افتراضا، والا هو هذا غير مسموح وغير معقول. إذا أردنا أن نبرر لها من باب الإخلاص وسنقع في سقف التناقض، لأن من أبجديات العمل السياسي ولا سيما من منظوره الإسلامي أن الإخلاص لوحده لا يكفي، لا بد مع الإخلاص بصيرة، لأن فقدان البصيرة يذهب بلا شك ثمرة الإخلاص. لذلك لا وجود لأي مبرر معتبر يخدم أي موقف للتحالف مع إيران ومحورها، أو نقل بالمعنى الدقيق قيادات الفصائل ليس لها ما يبررها في التعاطي مع إيران، لأننا نعلم أن شريحة واسعة جدا من قواعدها الجماهيرية والتنظيمية
لا ترضى بهذه المواقف. هل يمكن للرأي العام العربي خاصة في العراق وسوريا واليمن أن يقبل خطاب حركتي حماس والجهاد من أن فلسطين قضية العرب الأولى بعد هذا الارتماء في أحضان إيران؟ السواد الأعظم من الأمة الإسلامية والعربية لا يرضى بالاحتلال، بل إن هذه هي الفطرة الإنسانية، الفطرة الإنسانية ترفض قبول بأي نمط من أنماط الاحتلال، سواء كان ذلك عسكريا أو فكريا أو ثقافيا أو اجتماعيا. إيران ومحورها احتلال صريح ومعلن في العراق، ومتغول بعمق في سوريا، ومتحكم بقوة في اليمن، فهو صورة شبيهة بالاحتلال الصهيوني في فلسطين ولا تفرق عنه كثيرا. فكيف يرضى أحد أن يستعين باحتلال على احتلال؟ هذا غير منطقي. ثم إن قضية المسجد الأقصى المبارك هي قضية الأمة كلها، فكيف يستسيغ إنسان مسلم أو يتقبل أن يستعين بمشاريع احتلال تنهش بلاده وتسفك دمه وتصادر عقيدته وثقافته، كيف يرضى بها أن تستخدم لكي ينتصر بها لقضيته الأم؟ هذا التصور لا يقبله العقل. لذلك كل خطاب يؤدى في هذا السياق مرفوض جماهيريا، لأنه ابتداء مرفوض في الشرع والعقل والمنطق. نعم، من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين السيد معاذ البدري، شكرا جزيلا لك.